لو صح للمتابعين للاقتصاد المصري أن يتحدثوا عن عام 2014 لربما قالوا إن مع العسر يسرا، فهو عام الخروج من عنق الزجاجة التي اعتصرت شرايين الاقتصاد طيلة السنوات الثلاث الماضية. لم يكن أمام الحكومة المصرية منذ بداية العام سوى أن تتبنى برنامجا إصلاحيا يستهدف علاج الخلل في مؤشرات الاقتصاد، فبدأت بإصلاح المنظومة الضريبية وإعادة هيكلة منظومة الطاقة ورفع الدعم تدريجيا عن المواد البترولية والكهرباء في خطوات لم تجرؤ كافة الحكومات السابقة على المساس بها. أظن كان قرار صعب، قرار مؤلم، قرار شجاع، ولكن مرحلة أولى مهمة جدا لتصحيح المشاكل الهيكلية اللي كانت موجودة في البلد والبدء في حل مشكلة الطاقة اللي أظن احنا الصيف اللي فات كلنا حسينا بيها كمواطنين كانقطاعات كهرباء، واللي لازم نكون فاهمين ان دي تراكم مشاكل تراكمت لفترة طويلة والأخيرا بدأنا نحل فيها. قد يحلو للبعض أن يطلق على عام 2014 عام المشروعات القومية العملاقة، مشروع زراعة 4 ملايين فدان ومشروع المركز اللوجستي للحبوب والغلال، وعلى رأس كل هذا مشروع حفر قناة السويس الجديدة بتكلفة تبلغ 64 مليار جنيه جمعها المصريون في 8 أيام. نأذن نحن عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ببدء حفر قناة السويس الجديدة لتكون شريانا إضافيا للخير لمصر. سيتم إنشاء قناة السويس الجديدة موازية للقناة الحالية بإجمالي طول 72 كيلومتر، منهم 35 كيلومتر حفر جاف و37 كيلومتر توسعة وتعميق. أكثر منك نلميت 60 مليار في 8 أيام، هو زي ما تقول vote of confidence. أنت بتدي بتصوت أن أنا بثق في الإدارة دهيت أو بثق في المشروع كمان. الأثر الإيجابي لخطوات الإصلاح والمشروعات الطموحة بدا واضحا في مؤشرات الاقتصاد بعد أن أصبح معدل النمو المستهدف بنهاية العام المالي الحالي أكثر من 3.5% مع خفض عجز الموازنة إلى أقل من 10.5%. إحنا متوقعين السنة كلها اللي هي بقى تنتهي 30 يونيو 2015 بإذن الله إن إحنا نوصل ل 3.8%، نتجاوز 3.5% بإذن الله إن شاء الله، يعني الأمور تمشي في الاتجاه ده هيبقى شبه مؤكد ان احنا نتجاوز 3.5%. نفس الفكره على صعيد عجز الموازنه الربع الاولاني تقريبا، يعني زي المستهدف مستهدفين 10.5% بنهايه السنه، 10 يعني قلنا 10 او ان احنا يعني ممكن يوصل ل 10.5 لكن ما تجاوز خالص 10.5. ومع نهايه العام جاء قرار مؤسسه فيتش برفع تصنيف مصر الائتمانيه الى درجه بي للمره الاولى منذ اكثر من 4 سنوات ليكون بمثابه تتويج لجهود حثيثه صوب الاصلاح الاقتصادي طيله عام 2014. ينتهي إذن عام 2014 بعد أن شهد في طياته أولى خطوات الإصلاح الاقتصادي، بينما ينتظر الجميع أن يجني الاقتصاد ثمار هذه الخطوات خلال العام الجديد. ياسين الجوهري، CNBC عربية، القاهرة.